إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، إخراج شمس الريسية. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. أنا مي بنت محمد بن ناصر راشد المحروقي، عمري 10 سنوات، أنا طالبة بمدرسة الإبداع العالمية ببوشر. تهوى القراءة والرسم وتتمنى أن تصبح مهندسة ديكور. مرحبا مي. مرحبا. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. أنت طبعا جاي عشان تشاركي في القارئ الصغير صح؟ صح. كيف عرفتي بالقارئ الصغير؟ لقد كنت أسمع بعض البرامج من الإذاعة من سيارة أمي. سمعتي حلقات من البرنامج؟ نعم. وعجبتك؟ كثيرا. جميل، أعجبت بها. جميل، وإن شاء الله أيضا أنت حلقتك بتنسمع وفي كثار بيعجبها فيها إن شاء الله. إيش نوعية الكتب اللي تحبي قراءتها؟ أنا أحب قراءة الكتب، المجلات، وأيضا كتب بعض القصص اسمها الصبر نجاة، والمرأة والدجاجة، والاتحاد قوة. جميل، الصبر نجاة، هذا إيش حكايتها؟ هذا تتكلم عن كان في يعني 3 أولاد، أبوهم توفى وبقى لهم يعني مال كثير، فبعدها خلوه في البنك عشان يتقسموا مع بعض. وبعدين يوم من الأيام سمعوا اتصال من التلفون من الهاتف، وقد قالوا أن هناك لص سرق نقوده، بعض النقود، ولقد سرق نقودهم أيضا. فقال الأخ الكبير لأمه عن هذا، وقالت لا بأس فلنصبر. فقد صبروا مدة طويلة حتى جاء اليوم الذي اتصل به مكالمة أخرى من البنك، فقالوا لقد رأينا لص يسرق المال، لقد كان يشرب مشروبا يخفيه، فالآن لأنكم صبرتم سنزيدكم بالمال ب600 ريال. ما شاء الله، 600 ريال لأنه صبر، وهذه كانت عاقبة الصبر. نعم. إيش الاستفادة من هذه القصة؟ يوم تأتي حالات مثل حالات خطيرة مثل رسل الله والأنبياء، يجب أن نصبر، مثلا عند الإذاء الإساءة عند الناس أو أي حادث غريب حدث معنا. ممتاز، يعني الصبر مفتاح الفرج. نعم. جميل، أنت في السنة الماضية كنت في مدرسة عزام بن قيس صحيح؟ نعم. وفزتي بالمركز الأول في مسابقة الرسم؟ صحيح. أنت إذا تحبين الرسم؟ نعم. إيش ترسمين بالضبط؟ أنا أرسم كثيرا من الأشياء، عديدة، كل شيء حولي مثل النخيل، الأشجار، الورود، الناس. مرات بعض الأحيان أحاول أن أرسم بعض الناس أشكال حقيقية،
ومرة أرسم أشياء ثلاثية مثل المكعبات أو. جميل. نعم. يشجعوك في البيت على الرسم؟ نعم. والمدرسة؟ أيضا في المدرسة معلمتي للرسم تشجعني وهي تقول أنني ممتازة جدا في الرسم. طبعا ممتازة، ولا ما كنت تفوزي في الأول على مسابقة مدرسة عزام القيس؟ حكي لنا عن المسابقة. المسابقة كانت أن نرسم أنواع من النخيل. أنا اخترت النخل يعني من نباتات، إنه مثل شجرة الليمون أو من هذه الأشجار. فمن أول كنت في البيت أتدرب، كنت دائما أخطأ، لكن أمي فتحت لي الهاتف وقد علمتني طريقة للرسم، لم تساعدني أبدا. وعندما انتهيت من الرسم كانت الرسمة رائعة جدا وجميلة. فعندما ذهبت إلى المدرسة لقيت بعض الرسومات معلقة، وقد رأيت في بعضهم قد غشوا لأنهم طبعوا صورة نخلة. كثير منهم رسموا نخيل وبعضهم أشجار أخرى، لكن العدد الكثير هو النخيل. ولكن هم يعني طبعوها وليس بالرسم. نعم لقد طبعوها، وهذا يعتبر غشا منهم. طبعا يعتبر غشا، لكن أنت لا تغشين صحيح؟ صحيح. جميل جميل جدا يا مي. أنت أيضا تقرأين باللغة الإنجليزية؟ أقرأ الكتب باللغة الإنجليزية والعربية. جميل. أحب القراءة جدا. جميل. خبرتينا باللغة العربية كتاب الصبر ونجاح، إيش رأيك تختاري لنا كتاب بالإنجليزي أيضا؟ حسنا سوف أختار The Sword and the Stone. جميل. إيش معناها بالعربي؟ السيف في الحجر. جميل. تفضل. من أول كانت هناك مدينة رومانية كان حاكمها مريضا جدا وقد أعلنوا بموته. فقبل موته لقد أخذ سيفه وعلقه بحجرة صعبة جدا نزعها. كان مكتوب على الحجر إن الذي يخرج هذا السيف من الحجر سوف يصبح الملك. في الرومان كانوا هناك يحاربون بالسيوف، فكان هناك أب ولديه ابنان، والأكبر ذهب ليحارب بذلك يحارب شخصا هناك في ذلك المهرجان. فمن ثم لقد قال لأبيه وأخوه لقد نسى سيفه. فذهب الأخ ليذهب ويأتي بالسيف مرة أخرى، وعندما رجع لم يلقى السيف. فمن ثم رأى الأب والابن هذه المسابقة عن نزع السيف من الحجر. فمن ثم ذهب الولد ورأى حجر في السيف وقرأ ما هو المكتوب، فبهدوء ذهب وحاول نزعه فقد نجح. ونجح لأنه بهدوء، لأنه كان الشخص المناسب لنزعه. جميل رائعة أنت يا مي. أنت بعد خبرونا أنك تحفظي أشعار صحيح؟ نعم صحيح. إيش بتسمعيني؟ حمامتان في الحجاز. حمامتان في الحجاز. لمن هذا الشعر؟ أحمد شوقي. جميل. للأطفال. تفضل. حمامتان في الحجاز حلتا على فنا في خامل من الرياض لا ندم ولا حسن. بينهما تنتجيان سحرا على الغصن، مر على أيكيهما ريح صرى من اليمن. حيا وقال درتان في وعاء ممتن، لقد رأيت في صنعاء وفي ظل عدن خمائلا كأنها بقية من ذي يزن.
الحب فيها لؤلؤ والماء شهد ولبن، لم يرها الطير ولم يسبع بها إلا افتتن. هيا اركبان نأتها في ساعة من الزمن. قالت له إحدهما والطير منهن الفطن: يا ريح أنت ابن السبيل، ما عرفت ما السكن، هب جنة الخلد اليمن، لا شيء يعدل الوطن. الله، أنا الحين بصفق. أنت رائعة يا مي، من علمك هذا الإلقاء الرائع الجميل؟ أتعلم من أبي وأمي، وبعض الأحيان أسمعه من بعض الشعراء الذين يقرؤون الشعر. ممتاز، ممتاز. وهذا يغريني أطلب قصيدة ثانية بنفس الإلقاء. حسنا. يمامتهم في أعلى الشجرة. هذا أولا لمن هذه القصيدة؟ محمد أحمد شوقي. أحمد شوقي أيضا أمير الشعراء، تفضل. يمامة في أعلى الشجرة، في عشها آمنة مستترة، فمر الصياد ذات يوم وحام حول الروض أي حوم، فلم يجد للطير فيه ظلا، فهب بالرحيل حين ملا، فانطلقت من عشها الحمقاء، والحمق داؤم ما له دواء، تقول جهلا للذي سيحدث: يا أيها الإنسان عم تبحث؟ فالتفت الصياد نحو الصوت، وصوبه سدد سهم الموت، فوقعت من عشها المكين، وسقطت في قبضة السكين سكيني. تقول قول عارف محقق: ملكت نفسي لو ملكت منطقي. الله، جميل جميل، انت رائع يا مي، القائك رائع. انت ايضا تعرفين تغنين صحيح؟ نعم. بتسمعين اغنية اذا بعد؟ حسنا. ايش بتسمعيني؟ هبوا الى الميدان. جميل، هذا التأليف من هذه القصيدة؟ هذا النشيد ليس لأنني في المدرسة، لقد تعلمناه وحاولت أن أفتحه في جوجل أو اليوتيوب فلم أجده. ما تعرف يعني من المؤلف بالضبط؟ نعم. طيب خلينا نسمع. هبوا إلى الميدان باستعدادي، أجيال علم حبها بفؤادي. هبوا إلى الميدان باستعدادي، أجيال علم حبها بفؤادي، في كل يوم ننتشي نفحاتها، لنردد اللحن الجميل الشادي، في كل يوم ننتشي نفحاتها، لنردد اللحن الجميل الشادي، نرنو إليها في الصباح، فيها عبير الزهر فاح، نسعى لتحقيق النجاح، نمضي بجد إلى الفلاح، نرنو إليها في الصباح، فيها عبير الزهر فاح، نسعى لتحقيق النجاح. جميل، هذا كفاية اللي سمعته، يعني أيضا صوتك رائع وأدائك رائع يا مي. خبرونا أيضا أنك أنت تركبي دراجة في البحر، صحيح؟ صحيح. من اللي وديك البحر؟ أبوي. وكيف يعني كيف تركبي دراجة في البحر؟ أولا رحت أركب، أول شيء أبوي خلاني أركب الدراج في البحر، أجرب معه أول تجربة، أول شيء يعني هو ما خلاني أجرب، بس ثاني مرة رحنا البحر خلاني أنا أسوق، شخصي يعني قيادتي يعني رائعة متوازنة جدا. فبعدها قال لي أقدر أخذ دراج ثاني وحدي أركب، فرح وأخذ واحد حالي وخلوني أركب، وبعض الأشياء عرموني وبعد رح أسوق. وركبت بروحك يعني بدون ما يكون حد معاك؟ ما حد أبدا معي. ما شاء الله عليك، أنت شجاعة.
إيش منيتك تصبحي لما تكبرين؟ مهندسة ديكور. مهندسة ديكور لأنك تحبين الرسم؟ نعم الرسم، ومرة بعض الأحيان أذهب إلى في بيتي أنسق بعض الديكورات من جدران بيتي. نعم، والدك ووالدتك يعجبهم تنسيقك؟ نعم يعني يحبونه كثيرا. جميل، أعجبه به. ممتاز ممتاز يا أمي، أنت رائعة. خلينا نختم هذه الحلقة الجميلة معك بحكمة. افطر ملك وتغدى وزير وتعشى فقير. افطر ملك وتغدى وزير وتعشى فقير. ممكن تشرحيها؟ يعني البداية إنه يعني يوم نحن نفطر لازم نفطر زين عشان بداية يومنا بنشاطنا، يعني أهلنا يروح الشغل ونحن نروح المدرسة، لازم يعني نكون ماكلين فطور متوازن جدا عشان يكون عندنا طاقة. أيوة، ويجب يعني مثل الملك، يعني كأنه الملك ما صح يجيبوا له وليمة، يعني فطور قوي كذا. أيوة، فنحن طيب وليش العشاء عشاء فقير؟ لأننا يوم نحن ننتهي من يومنا، يوم نحن نتعشى بالفقير، نحن لازم نخف الشيء من الأكل لأننا يوم نروح ننام حسبتنا يعورنا. صحيح، لأن عشان ننام خفيفين وما نكون بعيدين عن الأمراض وأيضا عن الأحلام والكوابيس. نعم، أنت رائعة يا مي. مي بنت محمد بن ناصر المحروقي، البالغة من العمر 10 سنوات، الطالبة بمدرسة الإبداع العالمية ببوشهر. سعيد بالحوار معك. شكرا. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري وشمس الريسية. القارئ الصغير، القارئ الصغير.